الخامس عشر تمت انطلاقته بعون من الله تعالى وتوفيقه. هذا الشوط الخاص هنا بانطلاقة القايا القعدان المحليات الأصايل بشعارات أبناء القبائل التي نتابعها هنا بتحدي، نتابعها بالإثارة. نسير معكم إلى صدارة هذا الشوط، إلى المقدمة، إلى المركز الأول. هنا همال المنطلق على الصدارة وعلى المقدمة، العلي بن محمد بن سعيد بن سلومه الخاطري من ينطلق على الصدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط، بينما المركز الثاني يأتي حشيم لأحمد بن عتيق بن عبيد الرميثي، وعلى المركز الثالث مصيحان العبد الله بن سعيد بن مصبح المخمري من يأتينا على المركز الثالث، والمركز الرابع، المركز الرابع هناك معالي عبد الله بن سعيد بن مصبح النعيمي، والوصول من الذيب السيف بن السيل بن خيرة العفار يأتينا بهذه الانطلاقة، وشاهين سعيد بن سليم بن شويرب العامري قادم أيضا هنا على المركز الرابع وخامس المراكز. من الجانب الآخر شاهين خليفة بن غدير بن حمدان لوهيبي، والوصول هنا من القفاي القادم، القفاي القادم السيف بن محمد بن سيف بن عبد الله بن عفرة المطيعي المنصوري، وهنا المنطلق بهذه الانطلاقة وهذا الأداء تاسع مراكزنا، المركز التاسع والقادم في هذه اللحظات مشعل الشريقي بن محمد بن معدن لقتبي، وعلى المركز العاشر مشاهدينا ومتابعينا الكرام القادم هنا يأتي ترياق لعبيد بن سيل بن خيرات العامري من ينطلق على المركز العاشر. هذه هي النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول، إلى همال على الصدارة، على المقدمة يسيطر على زمام الأمور العلي بن محمد بن سعيد بن سلومه الخاطري المنطلق على الصدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول يسيطر على زمام الأمور هو على الصدارة، بينما المركز الثاني يأتي حشيم ويتسلل من الجانب الآخر لأحمد بن عتيق بن عبيد الرميثي. هنا المركز الثالث، المركز الثالث والمنطلق شاهين خليفة بن غدير بن حمدان لوهيبي من يأتينا على ثالث المراكز، أم صيحان في المركز الرابع، أم صيحان المنطلق هنا عبد الله بن سعيد بن مصبح المخمري، ووصل هنا القفاية مع بن عفرة، يأتينا هنا راشد بن سيف بن محمد بن سيف بن عبد الله بن عفرة المطيوع القادم بهذه الانطلاقة والأداء الجميل، وهنا مشعل القادم الشريقي بن محمد بن محدن لقتبي، ووهاج وهاج بأول ندى علي بن راشد بن مبارك بن صرود المنصوري، ويأتينا نهاب حميد بن مبارك بن معا الشامسي القادم بهذه الانطلاقة وهذا الأداء الجميل. تاسع المراكز، المركز التاسع مصوب خميس بن علي بن سعيد الزرعي القادم بهذا الانطلاق، وهناك معالي لعبد الله بن سعيد بن مصبح النعيمي. نعود مشاهدينا الكرام إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، إلى المركز الأول هنا في هذا التجمع الملحوظ الجميل بهذه اللحظات. هنا المنطلق بهذه الانطلاقة والتحدي من غير على الصدارة، على المقدمة والمركز الأول، نهاب نهاب من غير على الصدارة، هنا حميد بن مبارك بن جمعة الشامسي، وهناك حشيم أحمد بن عتيق بن عبيد الرميثي هو القادم، هنا مشعل الشريقي بن محمد بن معدن لقتبي من يأتينا
على المركز الثالث والمركز الرابع القفاي. القفاي راشد بن محمد بن سيف بن عبد الله بن عفرمن ياتينا على المركز الرابع والمركز الخامس همال. هنا علي بن محمد بن سعيد بن سرومه الخاطري، ولكن هنا نهاب على الصداره، نهاب على المقدمه على المركز الاول، يسيطر على زمام الامور وعلى الصداره وعلى المركز الاول وصداره هذا الشوط. نهاب على المقدمة، حميد بن مبارك بن يمعة الشامسي من ينطلق بصدارة هذا الشوط وبالمركز الأول يسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة. هنا بهذا الانطلاق حشيم القادم لأحمد بن عتيق بن عبيد الرميثي الله هنا، ولكن نهاب، نهاب المسيطر في اللحظات الأخيرة، في اللحظات الأخيرة، ولكن حشيم، 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 حشيم من يتسلل، الله، حشيم، حشيم يتسلل هنا باللحظات الأخيرة. تهانينا، تهانينا أولا العتيق بن عبيد الرميثي داعم هذا الشعار، يستاهل تهانينا. هناك المركز الثاني لنهاب حميد بن بارك بن جمعة رز، المركز الثالث وصل هناك مشعل شريقي بن محمد بن معدن، ورابعا راشد بن محمد بن سيف بن عفرة، خامسا علي بن محمد بن سعيد بن سرومة الخاطري. ونعود مشاهدينا الكرام إلى حشيم وسلالة حشيم الرميثي ينطلق هنا بهذا الانطلاق والأداء الجميل. تهانينا والناموس على هذا الفوز المميز الجميل هنا لحشيم. تهانينا لأحمد بن عتيق بن عبيد الرميثي، 6 دقائق 11 ثانية، جزء واحد من الثانية. تهانينا وناموس على هذا الفوز الجميل، بينما المركز الثاني 6 دقائق 11 ثانية، 7 من الأجزاء من الثانية نهاب لحميد بن مبارك بن يمعة الشامسي. والمركز الثالث دانا مشاهدينا ومتابعينا الكرام هنا مشعل الشريقي بن محمد بن معدن الاكتبي قاطع المسافة في 6 دقائق 15 ثانية، 3 من الأجزاء من الثانية. تهانينا وناموس، تهانينا للجميع.